كل التفاصيل في هذا المران المهم. مساء الخير يا محمد، تحياتي وتحياتي المهندس عدلي. مساء الخير استاذ ابراهيم واستاذ باشمهندس عدلي القيعي، تحياتي لحضراتكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الفريق استأنف تدريباته النهارده من خلال متابعتك وشواهدك، ايه اللي حصل؟ يعني طبعا زي ما حضرتك عارف باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، يمكن ما فيش وقت خلاص، امبارح للاسف بنودع بطوله مهمه، ولكن طبعا ما فيش وقت، بنخش على طول في بطوله ثانيه، بطوله الدوري العام، بطوله ان انت بتخشها عشان انت حامل لقب، عشان تحافظ على لقبك العام الثاني على التوالي وتحصل على المره ال 44. كان مستر مارسيل كولر على طول دخل اللاعبين في الاجواء، كان في محاضره قبل بدء المباراه نتكلم مع اللاعبين عن اهميه خلاص يعني نسيان صفحه الدوري الافريقي والالتفات لصفحه مهمه جدا وهي البطوله المحليه الدوري المصري الممتاز. كان على طول الفريق بعد المحاضره كان في تدريبات بدنيه للاعبين، ومن بعدها تدريبات كتير جدا بالكره وبعض الجمل الخططيه والتكتيكيه. على الجانب الاخر مجموعه اللاعبين يعني شاركت امبارح على مدار ال 90 دقيقه في مباراه سان داونز، يعني يمكن بس شاركوا في مران خفيف كده واستشفائي في الجيم. طبعا يمكن كان في ضغط الفتره اللي فاتت استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، وسفر من تنزانيا لجنوب افريقيا، ويعني كان عدد كبير جدا من السفريات في وقت قليل جدا، فكان الجهاز الفني فضل طبعا ان هم يخوضوا تدريبات استشفائيه النهارده، ويمكن الفريق كمان مكمل في تدريباته بكره ان شاء الله استعدادا لمباراه المقاولين في الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز المقرر لها ان شاء الله 7 مساء السبت على استاد المقاولين العرب في الجبل الاخضر. ان شاء الله كمان يمكن استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي تم الاعلان عن مباراتين من المباريات المؤجله للنادي الاهلي، سواء امام سيراميكا كليوباترا او كمان امام الجونه، هيكونوا ان شاء الله الاربع 8 نوفمبر، وكمان على يوم السبت في مدينه الغردقه ومدينه الجونه بالتحديد يوم 11 نوفمبر. فاعتقد الجهاز الفني حاطط، يمكن ده نتكلم معاه في اللعيبه كمان في الاجتماع الفني النهارده، انه حاطط برنامج كامل لمده 11 يوم لهذه الثلاث مباريات اللي اكد على اهميتها واهميه الملف المحلي قبل التوقف الدوري باذن الله. الفريق يكون باذن الله حصد 9 نقاط من هذه المباريات المهمه، ومن بعد ان شاء الله التوقف الدوري للالتفات لصفحه ثانيه اهم كمان، وهي صفحه دوري ابطال افريقيا ان شاء الله رب العالمين. محمد، موقف العائدين من الاصابه اذا كان نيدفيد او السوليه، مين اللي متولي، مين اللي شارك في التمرين؟ الحمد لله كريم فؤاد دخل خلاص في التدريبات الجماعيه، ده ابرز العائدين او اخر العائدين. كريم نيدفيد الحمد لله من فتره كبيره بيشارك في التدريبات الجماعيه وتحت امر الجهاز الفني، مشاركته من عدمها ده متوقف على رؤيه الجهاز الفني، ولكن هو من الناحيه البدنيه والفنيه ومن الناحيه يعني العلاجيه او الاصابات والحمد لله معافى بنسبه 100%. عمرو السوليه يمكن هو اللاعب الوحيد بس اللي بيخوض تدريبات علاجيه او استشفائيه في هذه الاوقات، وعايز اقول لحضرتك ان قريبا جدا باذن الله هيكون مع الفريق في التدريبات الجماعيه. كمان يمكن اكرم توفيق، عايز اطمنك عليه، امبارح الناس قلقت على اكرم شويه عشان خد كان في كادمه في قصر في الرجل الشوط الاولاني وكادمه في الركبه في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي طمنا على اكرم، قال لا الحمد لله كانت كادمه، لكن الحمد لله ما حصلش اي حاجه، وهو مشارك النهارده في التدريبات الاستشفائيه، وبكره ان شاء الله هيكون في التدريب الرئيسي استعدادا لمباراه المقاولين. كمان يمكن رضا سليم النهارده اجرى جراحه في عظمه الترقوه اللي اتعرض للكاس ليها في مباراه الامس صباحا، ولكن الدكتور احمد جبل الحمد لله طمنا وقال ان هو ركب له شريحه ومسمار في عظمه الترقوه، وان شاء الله يعني يمكن قال لي خلال شهرين باذن الله على حسب استجابه رضا واستجابته للعلاج والتدريبات العلاجيه اللي هتبقى موجوده الفتره الجايه ان شاء الله يعني يتحدد موعد عودته باذن الله رب العالمين. وقال يمكن هي مشابهه شويه بالاصابه اللي كانت تعرض ليها خالد عبد الفتاح في اخر الموسم الماضي برضو السنه اللي فاتت استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي. بكره التمرين في نفس الميعاد مش كده؟ باذن الله بكره التمرين الاخير والرئيسي استعدادا لمباراه المقاولين هيكون ان شاء الله التجمع في الخامسه مساء والتدريب في تمام السادسه، ومن بعدها ان شاء الله هيعلن مستر مارسيل كولر قائمه المباراه اللي هتخش ان شاء الله في المعسكر المغلق ليله المباراه، ومن بعدها ان شاء الله يعني باذن الله يوم السبت بقى يبقى العوده مره اخرى للبطوله المحليه والدوري الممتاز، وان شاء الله تكون عوده موفقه وتحقيق 3 نقاط جديده باذن الله رب العالمين والحفاظ على العلامه الكامله والوصول للنقطه 9 باذن الله رب العالمين في جدول الدوري. وانا بس مش عايز اسالك اسئله ما اظنش هتقدر تجاوبني، لكن هل شعرت ان 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 في روح ايجابيه في الفريق، ولا لسه ظلال مباراه الامس بتخيم عليهم؟ يعني انت كده من مشاهدتك شايف ايه؟ كان طبعا عشان ابقى امين مع حضرتك يا باشمهندس عدلي، طبعا يعني في حزن باين على اللاعبين، يمكن انت بتتكلم ان الفريق خلاص كان بيتاهب للسفر للمغرب للعب المباراه، يعني انت بتتكلم ان كان المفروض التدريب بتاع النهارده دوت يبقى استعدادا للمباراه النهائيه امام الوداد المغربي، يمكن الحمد لله ما فيش نصيب قدر الله ما شاء فعل، في بعض الحزن باين شويه، بس كمان يمكن كابتن محمد الشناوي كان ليه تصريحات مهمه جدا يا باشمهندس عدلي، قال خلاص احنا في هزيمه وكلنا يعني اللعيبه عملت اللي عليها، ادت اللي عليها، الجمهور كمان واشاد بجمهور النادي الاهلي اللي دايما عند الميعاد امبارح انه عمل اللي عليه وكان موجود خلف الفريق،
ولكن طبعا قال كلمه مهمه جدا، اعتقد ان ده اللي حصل في الاجتماع بعد الماتش امبارح على طول يا باشمهندس عدلي بين اللاعبين وبعضهم، ان خلاص احنا النادي الاهلي دايما بنبص لقدام، دايما عندك اهداف لا نهائيه، فبنبص لقدام بننسى الصفحه دي، مفيش وقت حتى ولا رفاهيه الوقت انك تحزن على بطوله راحت، لا انت عندك بطوله دوري، عندك 3 مباريات ورا بعض على طول بتتكلم في 11 يوم، بعد كده عندك توقف دوله هترجع منه على اول 3 جولات من دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، فاعتقد ان مفيش وقت، ولعيبه النادي الاهلي وحضرتك طبعا ادرى مني سواء حضرتك يا باشمهندس عادلي او استاذ ابراهيم، ان النادي الاهلي ما بيقفش كتير، انت دايما عندك اهداف متجدده، دايما عندك بطولات كتيره بتلعب عليها، دايما عينك على المركز الاول، فاعتقد لعيبه النادي الاهلي لديها من الخبره والامكانيات، وكمان وجود جمهور النادي الاهلي العظيم وراهم، اعتقد سريعا جدا خلاص العجله هتدور زي ما بنقول، هتركز في الدوري، هتركز في دوري ابطال افريقيا، عندك بطوله مهمه جدا في منتصف شهر 12 كاس العالم للانديه، ان شاء الله يبقى تعويض وخير فرحه لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله، ومزيد من البطولات في الفتره الجايه باذن الله رب العالمين. نتمنى ان احنا نشوف ترجمه لهذا في ارض الملعب، لان فعلا احيانا بيبقى ايه هذا وقت اللاعبين. صحيح. بمناسبه اللاعبين يا محمد، هل لمست انك ممكن قائمه مباراه المقاولين يبقى فيها عناصر جديده، ولا او اراحه بعض العناصر، ولا مش ظاهره؟ طبعا هو من خلال التدريبات يا استاذ ابراهيم ما ظهرش ان النهارده التدريب زي ما قلت لحضرتك كان معظم اللاعبين الاساسيين لعبوا 90 دقيقه، كانوا بيخوضوا تدريبات استشفائيه وعلاجيه في الجيم طبعا نظرا للارهاق بتاع المباراه امبارح، باقي اللاعبين شاركوا في تدريب قوي جدا، ولكن اعتقد زي ما عودنا مستر ماستر كولر هيكون في طبعا اراحه لبعض اللاعبين اللي لعبوا، يعني تتكلم في 4 مباريات متتاليه تقريبا في 8 ايام في تنزانيا امام سيمبا، وكمان في جنوب افريقيا امام سان داونز ومباراه العوده، فاعتقد ان احنا ممكن نشوف اكثر من عنصر من اللي ما كانوش بيشاركوا الفتره اللي فاتت باذن الله على مدار، خاصه ان احنا هنلعب سبت امام المقاولين، يوم الاربع امام سيراميكا كليوباترا، يوم السبت اللي بعده على طول كمان في الجونه، فاعتقد ان مستر مانشستر كولر دايما بيقول ان ما عندوش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي، كل اللاعبين متاحين وكل اللاعبين هياخدوا فرصتهم، ان هيكون في طبعا يعني زي ما بيقول كده تدوير بشكل كبير جدا ما بين اللاعبين على مدار الـ3 مباريات، خاصه استاذ ابراهيم زي ما بقول لحضرتك يعني بعد التوقف الدوري الدولة على طول هيبقى عندك عوده من جديد، وعندك سواء مباراتين في الدوري العام وكمان 3 مباريات في الدور الاول من دور المجموعات، فاعتقد كل دولات مباريات ان شاء الله لاعبين النادي الاهلي يكونوا قادرين عليه، والجهاز الفني يقدر باذن الله يختار كل العناصر المناسبه لكل مباراه، وان شاء الله اهم حاجه يكون التوفيق معاهم عشان يحققوا كل الاهداف جميع النادي الاهلي والفوز بكل البطولات خلال الفتره المقبله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله يا محمد، شكرا جزيلا ليك، شكرا للزميل محمد توفيق مراسل قناه الاهلي اللي اطلعنا على تفاصيل المران المهم